صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ والصيانة لمدة 15 عاما وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة الإسكندرية العالمين مطروح بطول 600 كيلومتر وبتكلفة تبلغ 4,450,000,000 دولار. وأكد مدبولي اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهه المستمر بتوفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى للمواطنين. استقبلت وزيرة الصحة هالة زايد السفيرة اللبنانية لدى مصر علي الحلبي لبحث سبل الدعم لدولة لبنان في القطاع الصحي، مؤكدة استعداد مصر الدائم لتلبية كافة احتياجات القطاع الصحي بدولة لبنان وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. كما أعربت عن استعداد مصر لمد الشعب اللبناني بلقاحات فيروس كورونا بالتزامن مع زيادة الإنتاج القومي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي. نفت وزارة التعليم تخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة، مشددة على أن التظلمات هي حق قانوني للطلاب، ومؤكدة أنه إذا لم ينتج عن إعادة التصحيح إضافة أي درجات لنتيجة الطالب فإنه لا يتم خصم أي درجات منه نهائيا. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن كوارث المناخ زادت بأكثر من 4 إلى 5 أضعاف وتسببت في أضرار أكبر مقارنة بما كان عليه الوضع في سبعينيات القرن الماضي، مضيفة أن كوارث المناخ على الرغم من زيادتها وارتفاع أضرارها إلا أنها باتت تقتل عددا أقل بكثير من البشر. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مساعدة فيدرالية لاستعادة الطاقة الكهربائية في لويزيانا وميسيسيبي بعد إعصار إيدا، وبحسب التقارير فإن أكثر من 1,000,000 شخص في جنوب الولايات المتحدة من دون كهرباء حالياً. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن القوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثالثة في الأجواء اليمنية، وكان التحالف قد أعلن صباح اليوم اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين في الأجواء اليمنية، موضحة أن هذا يعد تصعيدا عدائيا من الميليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين. يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم منافسه منتخب أنغولا في 9 مساء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى للتصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 بعدما نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر داخليا وخارجيا في مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.